أذهب إلى جابر محمد وهو الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبا أخي جابر. نعم تفضل أسمعك. مرحبا بك ومرحبا بالأخوة المشاهدين. حياكم الله. في حلقة اليوم نحن نناقش الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في المحور الثاني من الحلقة لمختلف الأطراف بالنظر إلى الشرعية وتحالف دعمها للانقلابيون وإيران وأيضا المجتمع الدولي وأبرز مؤثريه. ما هي الأولويات الاجتماعية للسلام في اليمن؟ شكرا لكم على الاستضافة. دون شك لا يمكن فصل الأولويات الاجتماعية عن الأولويات السياسية في اليمن وإنهاء الانقلاب. عملية رفع المعاناة عن المواطنين وإدخال الخدمات إلى المواطنين بكل سلاسة تعتبر من الأولويات، ولكن هذه الأولويات لا يمكن تحقيقها دون إيقاف أو إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء وإحلال السلام الدائم في ربوع اليمن الحبيب. دون شك هذه هي الأولوية أو هذا هو المدخل الأساسي لإحلال السلام ولإدخال الأولويات في الجانب الخدمات وفي الخدمات الاجتماعية المختلفة. نعم. إذن هل هنالك إدراج للأولويات الاجتماعية؟ نحن تحدثنا كثيرا عن الأولويات السياسية والعسكرية وأيضا الاقتصادية، بخصوص الأولويات الاجتماعية هل تراها مدرجة في مبادرات السلام؟ هل ترى تنظر إليها خلال قراءتك لمسودات مبادرات السلام؟ هل الواقع الاجتماعي، الهوية، الطفولة، غيرها من القضايا الاجتماعية، هل هي موجودة ضمن هذه الخطط؟ دون شك هي موجودة ضمن كل الخطط التي تطرح وحتى ضمن الخطط والمبادرات السياسية التي تطرح. لا يمكن الحديث عن الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي أو عن أي جانب آخر بطريقة منفصلة أو معزولة عن الجانب السياسي. ما يدار في اليمن الآن هو عملية انهيار في كل الجوانب، فبالتالي لكي نصحح الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب فيما يتعلق بالطفولة والمرأة وباحتياجات المواطن، كل هذه تأتي في إطار عملية المدخل السياسي، لأنه ما حدث في اليمن هي أزمة سياسية، أزمة انقلاب، أزمة القضاء على مؤسسات الدولة. فبالتالي باعتقادي ووجهة نظري الشخصية أن المدخل لكل هذه الأولويات ولتصحيحها لابد أن يكون هناك مدخل سياسي، لأن الأزمة في اليمن هي أزمة كيف طيب سياسية. نعم. كيف يتعامل مختلف الأطراف؟ الحكومة الشرعية كيف تتناول هذا البعد وكيف يتعامل معه الحوثيون؟ الحوثيون يتعاملون مع المجتمع بطريقة مختلفة ويجرفون الهوية، كيف يمكن خلال هذه الفترة أيضا أن ينظر لهذا كأولوية ويتم معالجته أو العمل عليه من قبل الشرعية وتحالف دعمها والمجتمع الدولي وأبرز مؤثريه؟ بالنسبة للشرعية والدول الداعمة للشرعية ودول التحالف والمبادرات التي تطرح في هذا الجانب، هي تراعي هذه المعايير الوطنية. عملية المبادرة، مثلا المبادرة السعودية التي قدمت في الفترة الأخيرة التي لاقت ترحيب من الشرعية والمؤسسات الحكومية، أقصد الحكومة، وكذلك المجتمع الدولي، ورفضها الحوثيين. هي كانت عبارة عن مدخل لإحلال سلام دائم، لإحلال انفراجة في كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. لكن الواضح أنه لا زالوا الحوثيين لا ينظروا لهذه المسائل بنظرة وطنية، لا زال هناك عملية الرفض لكل هذه المبادرات، لا زال هناك عملية تغيير ديموغرافي وسياسي يجري الآن في اليمن للأسف، وهذا قد يؤدي إلى عواقب مجتمعية خطيرة في المستقبل. ولكن نحن كشعب يمني وكمؤسسات حكومية وكشرعية وكمجتمع دولي ننظر أنه لابد من عملية الضغط على الحوثيين حتى أن يقبلوا بهذه المبادرة التي دون شك سوف تكون المفتاح الذهبي للدخول في كل الملفات الإنسانية العالقة والشائكة والتي تدهورت تدهور سلبي بعد عملية الانقلاب على السلطة.